البرونزية الجزائر محمد أمين بن يحيى وياسين بوزكري من نادي البحري والبحرية التونسية. في توزيع الميداليات أيضا السيد سليم بن بوبكر رئيس الجامعة التونسية للتشريف. المرتبة الثانية والميدالية الفضية حصل عليها كل من الجزائر وهما توأمان ياسين وغيث قادري من البحرية التونسية. أما المرتبة الأولى والميدالية الذهبية طبعا حصل عليها كل من الجذاب مؤمن الموت تفهم مهره.